بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة، حلقة جديدة مع كورة كل يوم. النهاردة حلقة دسمة جدا، هنتكلم طبعا عن لقاءات الدوري الممتاز الأسبوع الثالث اللي شاهد طبعا 9 لقاءات، أهمهم لقاء الزمالك والأهلي والفوز الكبير للنادي الأهلي على الزمالك 5-3. مباراة ممتعة جدا، مباراة فيها 8 أهداف، هنتكلم في كل التفاصيل ونقول لكم ردود الأفعال، نقول لكم الحاجات الفنية اللي يعني من وجهة نظري حصلت في المباراة سواء للنادي الأهلي أو لنادي الزمالك. تصدر النادي الأهلي بطولة الدوري ب9 نقاط، خسارة لحامل اللقب نادي الزمالك، ويعني هنشوف بقى النهاردة الأخبار وردود الأفعال بالنسبة للناديين بعد المباراة، ونشوف كمان أهداف الأسبوع كله. يعني إن شاء الله هنعرض معاكم أهداف الأسبوع الثالث من بطولة الدوري، كانت في ماتشات قوية جدا في بطولة الدوري الممتاز. هنتكلم عن قائمة المنتخب المصري اللي اختارها مستر كيروش والجهاز الفني طبعا وكابتن ضياء السيد للمعسكر القادم اللي هيبدأ بكرة إن شاء الله، معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراة أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم إن شاء الله. هيكون معانا النهاردة بعض التليفونات المهمة جدا، كمان هيكون موجود النهاردة إن شاء الله كابتن أشرف قاسم وكابتن محمد يوسف في الجزء الثاني من حلقتنا عشان نحلل بقى الأسبوع كله، نتفرج على الماتشات كلها ونشوف ملخصات الماتشات ورأي كابتن أشرف قاسم وكابتن محمد يوسف في نتائج الماتشات والتحليلات الفنية لكل الماتشات. وكمان إن شاء الله لو لحقنا بقى النهاردة هناخد نتائج الدوريات الأوروبية، وعندنا مجموعة من الأخبار إن شاء الله نستمتع بحلقة مميزة جدا مع كرة كل يوم. بكرة بإذن الله هيكون معنا الكابتن جمال الغندور ونتكلم في كل المواقف التحكيمية اللي حصلت في لقاء القمة وأيضا في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الممتاز إن شاء الله. بكرة حلقة مميزة برضو مع الكابتن جمال الغندور. طيب خلينا نتكلم في البداية على مباراة الأهلي والزمالك، إيه اللي حصل؟ إزاي الأهلي قدر يفوز بالنتيجة الكبيرة دي؟ قبل ما نتفرج على لقطات من المباراة هقول لكم بعض النقاط كده اللي احنا شفناها في المباراة وإيه الأسباب اللي أدت لخسارة نادي الزمالك. أول حاجة، اليوم ده كان يوم النادي الأهلي، يعني كان في توفيق كبير جدا للنادي الأهلي في الهدف الأول، الهدف اللي فتح المباراة لصالح النادي الأهلي، وغير طبعا التوفيق مفيش حاجة، التوفيق ما بيجيش كده لوحده، أكيد النادي الأهلي عمل جيم كويس جدا طبعا وأدى بشكل كويس، موسيماني قدر يختار التشكيلة المناسبة، وإحنا اتكلمت معاكم وأنا قبل الماتش يوم الأربعاء اللي فات قلت لكم الأهلي يا إما هيلعب بثلاثة في نص الملعب ديانج وحمدي فتحي والسولية ويبقى ثلاثي قدام قفشة وبيرسي تاو ومحمد شريف، قلت لكم كده بالظبط، يا إما هيلعب باتنين بس في نص الملعب ويزود واحد رابع في الخط الهجومي. لكن موسيماني كان بيلعب أول مباراة للنادي الأهلي في الدوري مع الإسماعيلي 3-4-3 عشان مباراة الزمالك، يعني لعب كده مع الإسماعيلي ولعب 3-4-3 مع البنك الأهلي عشان بيمهد وبيعود اللعيبة إن هم يلعبوا بنفس الطريقة في مباراة الزمالك في مباراة القمة. الأهلي كان مميز جدا طبعا يعني، لكن كان في شيء من التوفيق الكبير للنادي الأهلي في المباراة. الزمالك على فكرة بدأ الماتش كويس جدا، أول 10 دقائق الزمالك كان مستحوذ أكتر، كان هو اللي ماسك زمام الأمور، ولكن طبعا جه الهدف بتاع ديانج شقلب الدنيا في نادي الزمالك. بالإضافة من وجهة نظري كان في بعض اللعيبة خارج الفورمة تماما في نادي الزمالك، يعني في 3-4 لعيبة كانوا خارج الفورمة تماما في نادي الزمالك، على رأسهم إمام عاشور، كان دي أسوأ مباراة أشوفها لإمام عاشور مع نادي الزمالك، كان سيء جدا، وبالتالي الاهلي استحوذ على نص الملعب، ما بقاش يعني انتوا عارفين امام عاشور بيلعب جنب طارق حامد، فكان امام يعني بيدافع وحش جدا، الكره بتتقطع منه كتير جدا، ما كانش في يومه امام عاشور، وبالتالي خلى النادي الاهلي يسيطر تماما على نص الملعب. حمزه المسلوسي كمان ما كانش موفق خالص، وعندي نقطه بالنسبه لحمزه المسلوسي ان حمزه المسلوسي لعيب تونسي وهيلعب على علي معلول، لازم يبقى يكون قاري وحافظ وفاهم طريقة لعب علي معلول، يعني حمزة المسلوسي بيلعب باك رايت، علي معلول باك ليفت، الاتنين توانس والاتنين حافظين بعض، فحمزة المسلوسي عمل ضربتين جزاء منهم واحدة على علي معلول، وكان مشكلة كبيرة لنادي الزمالك من ناحية اليمين، برضو كان أسوأ مباراة أشوفها لحمزة المسلوسي. بالإضافة من وجهة نظري إن باتريس كارتيرون كان لازم يبدأ بسيف الجزيري، ماتش زي الأهلي بالنسبة للزمالك محتاج لعيب يلعب ويتحرك ما بين خطوط النادي الاهلي،
خلي بالكوا ستايل لعب سيف الجزيري مختلف تماما عن عمر السعيد. سيف الجزيري راجل بيتحرك في المساحات، بيقدر يستلم كرة تحت ضغط، بيقدر ينطلق او بيقدر يعمل اختراق من العمق، عكس عمر السعيد اللي بيشتغل دايما بدماغه، عايز كور عرضيه كمحطه لنادي الزمالك. والاهلي عنده بدر بنون ما شاء الله، يعني متر 95 طول كبير جدا، واخد كل الكور العاليه. فكان عمر السعيد كان منفصل تماما عن فرقه نادي الزمالك، ان طريقه لعب نادي الزمالك في مباراه الاهلي ما تتناسبش ان عمر السعيد يبدا، كان لازم سيف الجزيري يبدا. والمباراه كانت ماشيه بشكل طبيعي جدا لغايه الهدف الاول لاليو ديانج، كوره طبعا شفناها كلنا. بعد الهدف كان ممكن الزمالك يرجع تاني للماتش، بس الاهلي ما اداش للزمالك فرصه. بعديه على طول ضربه جزاء لعلي معلول، قدر ياخدها من حمزه المسلوسي وقدر يسجل الهدف الثاني. وبالتالي نادي الاهلي لما تكون انت اهلي وزمالك ماتش قمه، لما بتكسب 2-0 في دقيقتين معنوياتك بتزيد، نادي الزمالك المعنويات بتقع، وبالتالي الاهلي ركب الجيم تماما. حتى في الشوط الثاني طبعا في هدف عالمي بتاع عمرو السوليه اللي عملها من وراء بكعب رجله كده من ورا، عملها لمحمد شريف وجاب الهدف في مرمى نادي الزمالك. وعلى فكره يعني انا مش مع الناس اللي بتقول ابو جبل كان وحش، ابو جبل كان حظه سيء في الماتش، لكن ابو جبل انا شايف ان ما كانش عنده اخطاء في المباراه. الكره اللي خبطت في العارضه بتاع ديانج وخبطت في ابو جبل ودخلت، ده سوء توفيق. الشوط الاول خلص 3-0. الشوط الثاني لما الزمالك عمل تغييره ونزل مصطفى فتحي وجاب جون عالمي مصطفى فتحي، بقت النتيجه 3-1. الحظ السيء برضو نادي الزمالك ان الاهلي بعديها بدقيقتين جاب جون عالمي برضو عن طريق اليو ديانج، فالنتيجه يعني كبرت بقت 4-1. انتوا عارفين لو 3-1 كان الزمالك ممكن يخش في الجيم تاني، ولكن 4-1 الهدف بتاع ديانج وسع تاني. فبقول لكم كان في توفيق كبير جدا. وعايز اقول لكم حاجه وانا معاكم على الهوا اهو وانتوا سامعيني، ان كان النتيجه ممكن تكون اكبر للنادي الاهلي لولا تغييرات بيتسو موسيماني في الشوط الثاني. من وجهه نظري انا لو مدرب النادي الاهلي، والاهلي مستحوذ والاهلي بيوصل لمرمى نادي الزمالك، والزمالك خلي بالكم مندفع عشان عايز يحسن النتيجه وعايز يحرز اهداف، من وجهه نظري محمد شريف ومجدي قفشه ما يخرجوش. لو محمد شريف ومجدي قفشه موجودين في الملعب والزمالك مندفع في النواحي الهجوميه وعايز يجيب جون، في مساحات كبيره جدا في دفاع نادي الزمالك كانت ممكن النتيجه تكبر. ولكن موسيماني اختار ان هو يلعب الناس كلها وينزل بدلاء، وبرضه حصل اصابات في خط دفاع النادي الاهلي، بدر بنون وايمن اشرف اتعوروا وتغيروا. لكن خروج محمد مجدي قفشه وخروج محمد شريف كان ممكن تخلي النتيجه اكبر بالنسبه للنادي الاهلي. وبرضه بالنسبه لنادي الزمالك، نزول مصطفى فتحي، نزول سيف الجزيري خلى اداء نادي الزمالك، على فكره نادي الزمالك عمل الشوط الثاني رائع. الشوط الثاني بالنسبه لنادي الزمالك كان كويس جدا. وخلي بالكم ان مش سهل تكون انت خسران من الاهلي 3-0 وتستجمع قواك تاني وتنزل الشوط الثاني وتقدر تجيب 3 اهداف. نادي الزمالك فرقه كبيره رغم الخساره، لكن الزمالك فرقه كبيره جدا ان هي تقدر ترجع امام النادي الاهلي وهي خسرانه 3-0. طبعا النادي الاهلي يعني رائع في المباراه، وكان الفريق كله منضبط تكتيكيا، بيلعبوا ما يدوش مساحات لنادي الزمالك، بيوصلوا بيسجلوا في مرمى النادي الاهلي، كان في تركيز في مرمى نادي الزمالك، كان في تركيز شديد للاعيبه النادي الاهلي، فالاهلي تفوق. ولكن النتيجه الكبيره لا تعبر عن سير المباراه. في حاجه كمان عجبتني جدا في المباراه، بعد المباراه شفت لقطه عجبتني جدا، رغم ان انتوا عارفين لما الزمالك بيخسر من الاهلي الدنيا بتبقى مولعه في نادي الزمالك والجماهير زعلان، لكن عجبتني لقطه يعني جميله جدا بعد المباراه. جمهور الزمالك اللي كان متواجد في الاستاد سقف للعيبه، واللعيبه راحت سقفت له. هي دي الروح الرياضيه، حتى لما الزمالك بيخسر او الاهلي بيخسر، لكن تبقى الاخلاق والروح الرياضيه. وده الحاجه اللي عجبتني في المباراه. مبروك للنادي الاهلي، خلينا نشوف كده اجزاء من المباراه ونستمتع بالاجوان والاهداف. ولكن موسيماني تالق في المباراه، ولكن تغييراته في الشوط الثاني مش عايز اقول كان فيها شيء من المجامله، بس كان يعني لو بيفكر بشكل واقعي اكتر من كده كان ممكن محمد مجدي قفشه ما يخرجش، محمد شريف ما يخرجش، كان الاهلي هيستفيد اكتر من المساحات اللي كان موجوده في خط دفاع نادي الزمالك. الزمالك باد لك في كام لعيب ما كانش في مستواه، ولعيبه في مراكز مؤثره زي حمزه المسلوسي وامام عاشور، محمود علاء برده ما كانش في المستوى الكبير. ولكن مباراه وانتهت، المباراه دي
لصالح طبعا النادي الاهلي يتصدر بها الدوري، لكن لسه الدنيا بدري، احنا في بدايه الموسم في الاسبوع الثالث من بطوله الدوري. فوز الاهلي يخليه يتصدر، ولكن لسه البطوله قدامها 31 اسبوع. لا، فوز الاهلي ما يعنيش ان الاهلي خد الدوري، وما يعنيش ان الزمالك خسر الدوري، لسه بدري، لكن مباراه ممتعه، استمتعنا جماهيريا بالمباراه والثمان اهداف اللي تم تسجيلهم في المباراه. ربنا يخليك يا كريم، وبرنامجك المميز ان شاء الله التوفيق ليك في الخطوه القادمه، وسعيد ان انت موجود معايا على قناه الحياه. ربنا يخليك يا كريم. وعايز اخد رايك في الماتش يا ميدو، كنت عمال ارغي شويه انا كده واتكلم من وجهه نظري، بس مهم جدا ناخد رايك في المباراه. انا كنت في الماتش امبارح طبعا، انا كنت في المقصوره امبارح. الماتش طبعا لعيبه الاهلي مركزه اكتر. الزمالك الميزه بتاع الكارتيرون في ماتشات القمه وماتشات الاهلي ان هو كان بيسيب الاستحواذ للاهلي وبيلعبه مع الكاونتر اتاك. وكل الماتشات اللي هو يعني تفوق فيها في ماتشات الاهلي، ويعني خاصه ماتش السوبر اللي كان في ابو ظبي، كان سايب الاستحواذ بشكل كامل للاهلي وبيلعب على الكاونتر اتاك. ممكن يكون الهدف المبكر او الهدفين المبكرين خلوه ان هو يحاول ان هو يغير اسلوب لعبه، وده خلق مساحات كبيره جدا في خط ظهر نادي الزمالك، وبقى في سرعات كبيره جدا، يعني الدخول في سباق سرعات مع محمد شريف، مع محمود علاء ومع حمزه المسلوسي، ده سبب مشاكل كبيره جدا لنادي الزمالك. الحاجه الثانيه ان كارتيرون اختار ان طارق حامد وامام عاشور هم الاثنين يطلعوا يضغطوا على استولايا وديانج في نص الملعب، وفي نفس الوقت الديفنس ما كانش بيطلع ورا نص الملعب، وده كان مخلي قفشه وبيرسي تاو هما الاثنين عندهم وقت كبير جدا على الكوره، وبيستلموا في ظهر طارق حامد وامام عاشور، وده كان واضح جدا في الملعب يمكن اكتر من التلفزيون. ايوه، يعني كلها حاجات في التنظيم. ولكن بصراحه برضو الزمالك كان حظه سيء، يعني الواحده من الماتشات ان تحس ان الكوره عايزه تخدم الاهلي. بقول كده عشان انا زملكاوي يعني. في الوقت اللي الزمالك في بدايه الماتش كان ابتدى يمسك كوره وياخد ضربات ركنيه ويشتغل، كرة دخلت من ديفليكشن طبعا غيرت اتجاهها واون جول على ابو جبل، بعد كده بعديها بدقيقتين ثلاثه ضربه جزاء، يعني ظروف الماتش كانت ماشيه عكس نادي الزمالك. نادي الزمالك. طيب لو انت مدير فني لنادي الزمالك كنت تبدا بالتشكيل، انا قلت من شويه كابتن ميدو ان انا من وجهه نظري في الماتشات دي زي ماتش الاهلي والزمالك كده لازم يبقى عندي مهاجم بيلعب كرة على الارض، بيخترق، بيقدر يتحرك في المساحات زي سيف الجزيري، يعني من وجهه نظري كان الزمالك لازم يبدا بسيف الجزيري مش عمر السعيد، رايك ايه؟ رايي نفس رايك. نفس الراي. نفس رايك طبعا، سيف الجزيري ده يا جماعه ده راجل المهاجم الاساسي بتاع منتخب تونس. يعني راجل لعيب دولي، راجل لعيب السنه اللي فاتت اثبت ان هو واحد من احسن المهاجمين في الدوري المصري اذا ما كانش افضلهم في تحركاته. وبعدين النادي الاهلي بيلعب بثلاثه ورا، والثلاثه عندهم مشكله ان هم الثلاثه عندهم مشكله في السرعات. ايوه. او من النهارده ابدا بعمر السعيد راس حربه بيستلم على كوره على طول الكره بجسمه وعلى طول بيستلم الكره قدام الديفنس. فسهل الامور بشكل كبير جدا على ديفنس الاهلي. خاصه ان بن شرقي على طول يا كريم بيستلم الكره في رجله. واوباما على طول بيستلم الكره في رجله، فاللعب كله بقى قدام ديفنس الاهلي. مفيش خطوره في ظهرهم، يعني دايما السنتر باكات بالذات السنتر باكات الطوال اللي زي بدر بانون والسنتر باكات اللي هم عندهم مشكله في الترنات وفي السرعات والكلام ده بيقلقوا من الفراوده اللي بتجري في ظهرهم، وده واكبر دليل على كده ان سيف الدين الجزيري واوناجم لما نزلوا الشوط الثاني هم الاثنين عملوا مشكله كبيره جدا للاهلي. لان هم الاثنين بيستلموا الكره في مساحه، بيستلموا الكره في ظهر الديفنس، وهم الاثنين على فكره هم اللي خلوا بن شرقي كويس في اخر فتره، لان هم الاثنين هم اللي خلوا بن شرقي ان هو يبقى عنده وقت ان هو يستلم الكوره، عنده وقت على الكوره. ايوه. طيب ميدو لو انت مدرب نادي الزمالك والشوط الاول خسران 3-0 تعمل ايه في الشوط الثاني؟ كان لازم حمزه المسلوسي كان لازم يطلع بين الشوطين. ما فيهاش يعني كان لازم يعني لو انا راجل خسران 3-0 لازم هعمل تغييرين بين الشوطين. حمزه المسلوسي وعمر السعيد. ايوه. وامام عاشور برضه، امام كان ما كانش كويس في الماتش.
ما انا عارف، بس انت مش هتعرف تعمل كل التغييرات بين الشوطين. انا بقول لك ان بين الشوطين على الاقل هعمل تغييرين لازم. اهم واحد كان لازم يتغير خلاص، بان ان هو فقد الثقه في نفسه وان هو هيعمل مشاكل، حمزه المسلوسي. صح صح، باين من الملعب يا كريم قوي ان حمزه خلاص ابتدى ان هو يتهز. هو لعيب كويس جدا، مش عايزين نقصه عليه، لان هو الفتره اللي فاتت كلها كان كويس، واحد من اهم الاسباب اللي كسبت الزمالك الدوري السنه اللي فاتت. لكن امبارح هو خلاص غلط كورتين ثلاثه الشوط الاولاني، عمل ضربه جزاء وكان جزء من الـ من الـ من الـ من الـ من الغلط اللي حصل في الجون الثالث بتاع محمد شريف، خلاص باين ان هو اتهز. كان لازم يتغير بين الشوطين، ده رايي يعني. اول واحد كان لازم يتغير حمزه المسلوسي، وزيزو يرد باك رايت، او امام عاشور يرد باك رايت، او ايا كان هتعمل ايه. مش عايز اقول لك ان شاء الله تنزل عبد الغني تلعبه باك رايت، ايوه مش مشكله، انما تقفل الحته دي وتبقى خلاص انت بتبني بقى. ما انت خلاص ما ينفعش انت تخش في جوان ثاني. ايوه وجود حمزه المسلوسي وصبر كارتيرون عليه خلى الزمالك يخش في مشكله ثانيه. الحاجه الثانيه برضو يا كريم، ان الزمالك عنده مشكله كبيره جدا في الكور الثابته الدفاعيه. ايوه مفيش، احنا كلنا بنتفرج على كوره بره صح؟ طبعا اكيد كلنا بنتفرج. انت جيب لي فرقه كبيره في الكورنر الدفاعي ما بتوقفش لعيب بره ال 18 حمزه، لازم. لسه كنت بقول من شويه مفيش حد خالص واقف ورا ال 18 عشان الكوره المرتده. وعلى فكره موسيماني بيذاكر الحاجات دي كويس جدا. يعني خلي بالك انا اعرف ناس شغاله مع الناس اللي شغاله مع موسيماني بيقولوا لي ان هو عايش على الكلام ده. بيحللوا اداء الفرق المنافسه كويس جدا. بالظبط، بيذاكر كويس جدا. هو عارف ان الزمالك ما بيوقفش حد على القوس. ايوه. وعشان كده قفشه عملها النهارده، اقرب واحد لديانج كريم على بعد 7 8 يارد عقبال ما يروح يقابله. الراجل طبعا وقف الكوره وبص كويس. وابو جبل طبعا كان لازم لما الكره طلعت بره ال 18 كان لازم ياخد خطوتين ثلاثه لبره، وهي الكره بتتشاط كان لازم يبقى جوه 6 يارده بيارده. صح. لما انت لو بصيت على ابو جبل هتلاقيه ان هو كان تحت القايم، كان تحت العارضه. بالظبط. يعني كان انت كان كل ما بتطلع خطوتين لقدام بتضيق الزوايا بتاعه المرمى. خلاص هتخليه ان هو يروح بايديه العكسيه في الحته دي، تبقى صعب. بالايد العكسيه بتدي له مساحه وقت ان هو يروح بالايد العكسيه ويطلع. صح. فالاخطاء كلها يعني انت في الوقت اللي انت يعني انا مش عايز اخفس حق الاهلي، الاهلي لعب ماتش كويس جدا. والاهلي عارف ان هو يلعب بثلاثه ورا، ان هو بيطلع. طيب كابتن احمد حسام، تقول ايه الفريق الاهلي بعد المباراه؟ وتقول ايه الفريق الزمالك بعد المباراه؟ بقول للاهلي مبروك، استحقته المكسب. وفعلا الاهلي كانوا منظمين بشكل اكبر، وكان في جيم بلان واضح متحفظ للعيبه واللعيبه بتنفذه. تمام. لغايه الدقيقه 70 على الاقل. ايوه. متحفظ بشكل كويس ان احنا هيبقى معانا الاستحواذ، هنطلع بالكره من ورا، هنسحب طارق حامد وامام عاشور ان هم يضغطوا فوق ونلعب الكره ما بين الخطوط لقفشه وفيرتي تاو، والناس دي هتخش لجوه والويند باكس طايرين هم الاثنين مع بعض. كان في جيم بلان واضح. الزمالك ظروف الماتش خليته يخسر الشيب بتاعه، التنظيم بتاعه. أي. الكلام اللي كان انا في رايي يعني معرفش، في رايي ان الكلام اللي كان كارتيرون قايله بعد الهدفين اللي دخلوا ورا بعض، اللعيبه ابتدت ان هي تنفذ جيم بلان مختلف غير الاستراكشر اللي رسمها كارتيرون. أيوة. لكن برضه يحسب للعيب. انا عايز اقول حاجه مهمه جدا يا كريم. اتفضل. والله العظيم انا امبارح انا كنت قاعد بتفرج على الماتش يعني في المقصوره جنب كابتن حسين لبيب، وقلت له قبل الماتش يخلص بخمس دقائق ان فرقه الزمالك كانت محتاجه الالم ده. كانت محتاجاه في الوقت ده. لان اللعيبه لسه عايشه على ان احنا ابطال الدوري والزمالك بطل الدوري، وان كانوا محتاجين الم مهم زي الالم بتاع ماتش بتاع امبارح. وانا بقول رب دارة النافعة، ان يعني ان الزمالك اتغلب امبارح في ماتش يعني كان شكل وحش، لكن لازم اللعيبه تبقى رجاله ولازم تعرف ان هي لازم تعوض الجمهور ان هي تكسب الماتشات اللي جايه. وطول ما الفرق ثلاث نقط طول ما انت قريب حاطط ضغط على الناس. لسه بدري خالص. بالظبط، لسه بدري. انما بقى ان الفرق ده يوسع يبقى معلش انا اسف، يعني يبقى معلش انا اسف ان اقول كده، يبقى اللعيبه دي مش رجاله. تمام. الفرق ده ما ينفعش يوسع، الفرق ده لازم يفضل ثلاث نقط، ويفضل الضغط ده موجود. طول ما الضغط ده موجود هترجع لقمه الدوري مره ثانيه. مش مشكله ان انت تتغلب ماتش، على فكره الزمالك اتغلب من الاهلي السنه اللي فاتت وخد الدوري. بالظبط بالظبط، مفيش مشكله. تمام. طيب عايز اخد رايك في اختيارات المنتخب. كيروش النهارده اعلن الاسماء، وفوجئنا باستبعاد بعض اللاعبين زي طارق حامد، زي زيزو، زي رمضان صبحي، زي ابراهيم عادل لاعب بيراميدز. يعني رايك ايه؟
رأيي إن الاختيارات يعني غريبة طبعا. يعني اختيارات كروش مدرب كبير جدا طبعا، وراجل هو أضرب اللعيبة وهو اللي عاش مع اللعيبة في المعسكر اللي فات. أيوة. لكن أنا كراجل من بعيد يعني، لا اختيارات غريبة. طارق حامد وزيزو الاثنين بالذات، الاثنين ما ينفعش يبقوا بره المنتخب. زيزو لو انت بتتكلم انت بتحكم على اللعيبه بالفورمه بتاعتها دلوقتي. زيزو الماتشين اللي فاتوا اللي كان هايل، زيزو الفتره اللي فاتت احسن لعيب في الزمالك، احسن لعيب. وطارق امبارح بيلعب في نص الملعب. انا عارف استبعاد طارق حامد ليه، يعني انا عارف استبعاد طارق ليه عشان كان قالب وشه في الماتشين اللي فاتوا. لا هو يعني بص، المنتخب مصر عنده خلاص 2-3 اساسيين في الحته دي، النني والسوليه وحمدي فتحي. هو النني نمره 6 يا كريم. هو يا جماعه احنا النني مش نمره 6 ولا السوليه نمره 6. ما هو الراجل ساعات بيلعب ساعات بيلعب ب 2-6 وساعات بيلعب ب 6 و8. فهو يعني بنسبه كبيره طارق حامد مالوش مكان في التشكيل الاساسي، فيقول لك برضو ايه يعني انا كجهاز فني طارق حامد لعيب كبير ولما بيقعد بيزعل ومش عارف ايه، فمن الاحسن ما اختاروش. دي وجهه نظري يعني، اعتقد كده. طب هو على فكره منتخب مصر كله ما فيهوش ولا لعيب نمره 6 الا حمدي فتحي بس دلوقتي. لا لان يعني انا عندي لو انت ما كنتش هتاخد طارق حامد كان لازم تاخد مهند لاشين. انما النني مش نمره 6 ولا السوليه نمره 6. كل دول لعيبه مش نمره 6، دول لعيبه نمره 8 صرف، لعيبه. وخلي بالك حتى وطارق حامد يا كابتن ميدو وهو موجود في المنتخب ما بيلعبش برضه، بيبقى قاعد احتياطي. ماشي بس خليه معاك، انت راجل داخل على كاس امم افريقيا، ده رايي يعني. طبعا هو طب رايك في استبعاد رمضان صبحي؟ رمضان كان كويس قوي مع المنتخب الماتشين اللي فاتوا، لما بينزل بيعمل شغل كويس جدا مع المنتخب. عشان كده انا بقول لك، انت بتسالني بتقول لي رايك، فبقول لك لا له الغاز. ايوه زي ما كان استبعاد شريف وقفشه لغز برضه. يعني لا ما هي عوده قفشه وشريف انا كنت عارفها والخبر كان عندي، وقلت حتى قلته من حوالي 10 ايام، وطبيعي انه الاثنين يكونوا موجودين، الاثنين من احسن لعيبه في مصر قفشه ومحمد شريف. طبعا لا ما انا بقول استبعادهم في المعسكر اللي فات برضه لغز. استبعادهم من المعسكر اللي فات بعد ضمهم بالذات ان شريف كان جاب. طب اقول لك حاجه، انا في اثنين لعيبه زملكاويه بس مش مبسوط من انضمامهم، ما كانوش يستحقوا في ما يزعلوش مني طبعا، هم كلنا اخوات واكيد يعني، بس احنا بنتكلم في الكوره. محمود علاء وامام عاشور. ماشي بس انا يعني ما فيش مشكله، انا انضموا احنا مبسوطين لهم. يا رب ربنا يكرمهم ان الانضمام ده يبقى يعيد لهم الثقه في نفسهم، وبالذات محمود يعني، لان محمود لعيب كويس جدا وبيتعرض لهجوم شديد جدا والحمله شرسه. ايوه وانا شايف ان الزملكاويه لازم يقفوا جنبه، لازم يدعموه، لازم يقفوا جنبه. ماشي اوكي، بس استبعاد طارق حامد وزيزو صعب قوي يا كريم بصراحه يعني. انا حتى لو انت طارق حامد راجل النهارده مش لعيب اساسي معاك، لكن انت داخل على كاس امم افريقيه، ماتشات اجمد بكتير من الماتشات اللي هتلعبها، ومحتاج تكسب اللعيبه الكبار دول. تمام. وانت عارف يا كريم، انت عشت مع كابتن حسن فتره طويله وعارف ازاي المدربين الكبار بيفكروا. ايوه. انت داخل في مرحله معينه لازم تكسب اللعيبه الكبار اصحاب الخبرات اللي معاك، لان انت لما تروح كاس امم افريقيه مفيش حد هيسعفك الا اللعيبه الكبار دول. صح صح. ده رايي يعني، ان انت حتى طيب. النهارده ما تخسرش الراجل ده يعني. طيب عايز اخدك لحته تانية، هل فعلا ميدو كنت مرشح وكنت حد كلمك من النادي الاسماعيلي، ولا موضوع ما يعني ما كان مجرد ترشيحات جماهيريه؟ نهائي نهائي نهائي، وتصريحات اعلاميه من رئيس النادي، لكن ما فيش اي حد تواصل معايا بشكل رسمي من النادي الاسماعيلي. خطوه ميدو القادمه هل هي خطوه اعلاميه وزي ما سمعنا برنامج في قناه المحور طبعا القناه المميزه، ولا خطوه في التدريب؟ لا في الناحيه الاعلاميه احنا ان شاء الله عاملين برنامج باذن الله بنسبه كبيره يعني بنسبه 90% هنبدا الاسبوع اللي جاي. تمام. وبنطبخ حاجه كويسه يعني، بنحضر حاجه ان شاء الله يعني تبقى اضافه، واحنا كلنا انا بقول يا كريم ان احنا كلنا بنكمل بعض. طبعا طبعا. كل واحد بيعمل البرنامج بتاعه، بيقدم البرنامج بتاعه باسلوبه وبالشكل بتاعه، والناس كلها بتدور علينا كلنا. النهارده عارفه ان كريم مميز في حاجه، عارفه ان سيف مميز في حاجه، طبعا طبعا عارفه ان كابتن شوقي مميز في حاجه، مش عايز انت كابتن مدحت، كل الناس ابو ابراهيم هاني ايا كان كل واحد، فكلنا بنكمل بعض. وانا شايف ان الاعلام الرياضي يعني الحمد لله الحمد لله اتطور، الاعلام الرياضي بالذات اتطور بشكل كبير جدا في تقديم المحتوى بشكل مختلف. تمام. وسعيد جدا بنقل المباريات اللي اتطور بشكل كبير جدا، فان شاء الله ربنا يكرم باذن الله. ان شاء الله. بشكرك يا ميدو واتمنى لك التوفيق ان شاء الله،
كل التوفيق لميدو، من الشخصيات المميزه جدا والشخصيات اللي عندها كاريزما، مؤثر جدا في اي مجال بيشتغل فيه. نتمنى له طبعا كل التوفيق، وان شاء الله بالتوفيق في الخطوه القادمه في البرنامج التلفزيوني ان شاء الله. طيب عايز اقول حاجه على اشرف بن شرقي، وبعدين هنتكلم في اختيارات المنتخب. بصوا، اشرف بن شرقي لعيب كبير ولعيب مميز جدا، بس اشرف بن شرقي بقى له فتره مع نادي الزمالك مش في مستوى تماما، ومش مركز، وتحس كده ان هو يعني موضوع مع نادي الزمالك ان هو بيلعب بدون بلا مبالاه ومش مركز. عايز اقول كلمه لاشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي لما جه نادي الزمالك ما كانش بالشهره والقوه الحاليه، كان مش عارف كان بيلعب في نادي الهلال السعودي اعتقد، وما كانش بيشارك وكده، فمشي ونادي الزمالك اشتراه، او في نادي فرنسي مش فاكر بالظبط. بس اشرف بن شرقي لما جه نادي الزمالك ما كانش بنفس الشهره والقوه، وحتى مستواه ما كانش كده، ما كانش بالمستوى المميز اللي هو نادي الزمالك هو اللي زود اشرف بن شرقي، نادي الزمالك هو اللي رفع سعر اشرف بن شرقي. ما عنديش مشكله خالص ان اشرف بن شرقي ما يجددش مع نادي الزمالك، لكن عندي مشكلة إن أشرف بن شرقي ما يلعبش بكل قوة مع نادي الزمالك، أو يكون في مستوى مميز مع نادي الزمالك لغاية نهاية عقده. هقول لكم حاجة، ودي يعني على طول موجودة في نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك لما في حد بيتألق لفترة معينة بيدلع اللعيب زيادة عن اللزوم. يعني الناس بقى لها فترة بتتحايل على أشرف بن شرقي، أشرف بن شرقي والنبي اتجدد، يا بن قلبي جدد، يا بن حبي جدد. الكلام ده كله والدلع الزياده عن اللزوم ده بيخلي اللعيب بالبلدي كده، ما حدش يزعل مني، يعيش في الدور. يعني اشرف بن شرقي بقى له فتره مش هو خالص، بيلعب كده بتعالي وبدون مش بتركيز وبلا مبالاه كده، رغم ان اشرف بن شرقي عنده مستوى قد ده 10 مرات. فانا بوجه كلمه لاشرف بن شرقي، ما تكبرش على نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي رجعك مرة أخرى، واللي خلى مستواك مميز جدا، واللي خلاك يتم اختيارك في منتخب المغرب، واللي خلى يجيلك عروض من دول الخليج بملايين الدولارات، وانت أساسا عقدك في نادي الزمالك بتاخد مبلغ كبير جدا. فلازم حتى لو مش هتجدد، أنا مش بكلم في التجديد، لكن انت لازم تلعب لغاية آخر ثانية في عقدك مع نادي الزمالك بكل قوة، بكل تركيز، بمستوى عالي. مفيش لعيب اكبر من نادي الزمالك، وبطالب دايما جماهير نادي الزمالك ما تعليش اللعيب بتاعك زياده عن اللزوم، ان دي بتحصل مع لعيبه كتير جدا جدا، بيعلو 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 بس فتره معينه، وبعد كده بيبداوا يعيشوا في الدور على نادي الزمالك. فاتمنى ان اشرف بن شرقي يرجع لعقله، مش بقول له جدد على فكره، هو حر ان هو يشوف نادي آخر بعد انتهاء عقده أو قبل انتهاء عقده، دي قصته مفيش مشكلة خالص، لكن ما تعلاش على نادي الزمالك، ما تتعالاش على نادي الزمالك، لازم تلعب بكل قوة. أشرف بن شرقي عنده مستوى أكتر من كده 20 مرة، وبطالب المسؤولين في نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك اللي مش عايز يجدد ما يجددش. أشرف بن شرقي عمل لنادي الزمالك وأدى لنادي الزمالك، بس برضه نادي الزمالك ما تأخرش عن أشرف بن شرقي، يعني نادي الزمالك بيدفع العقد بتاع اشرف بن شرقي، فلازم هو نفسه يعرف ان نادي الزمالك ليه جميل عليه، ولازم يلعب بتركيز وقوه اكتر من كده لغايه نهايه عقده. عايز يجدد اوكي، مش عايز يجدد ويشوف طريقه مفيش مشكله خالص، بس لازم تلعب، انت لعيب محترف، تلعب بكل قوه وكل تركيز لغايه اخر ثانيه في عقدك مع نادي الزمالك. طيب نرجع بقى مع بعض، وهوريكم فيديو كده زميلي العزيز طبعا رئيس التحرير احمد درويش. احنا قلنا يوم 18 اكتوبر اللي فات، يعني من حوالي 20 يوم او 3 اسابيع، عوده مجدي قفشه ومحمد شريف لمنتخب مصر في المعسكر القادم. خلينا نشوف كده الفيديو، احمد درويش مجهزه لنا واحمد سعيد مخرجنا، وبعدين نرجع نعلق على اختيارات منتخب مصر او اختيارات كيروش لقائمه منتخب مصر. سامع كده ان كارلوس كيروش هيرجع محمد مجدي قفشه ومحمد شريف في المعسكر القادم لمنتخب مصر. زي ما قلت لكم انتوا عارفين يوم 8 نوفمبر منتخب مصر هيتجمع مره اخرى عشان مباراه انجولا في تصفيات كاس العالم، وبعديها مباراه الجابون. والكلام بيتقال ان كارلوس كيروش هيرجع محمد مجدي قفشه وهيرجع محمد شريف. طيب محمد مجدي قفشه خلي بالكم كان الفتره اللي فاتت يعني بنقول له طبعا مبروك بسبب زواجه، لسه ما لعبش مع الاهلي،
بس كارلوس كيروش مستني ان هو يشارك مع النادي الاهلي في الماتشات القادمه، ممكن يلعب ماتشات الدوري قبل معسكر المنتخب. الاهلي عنده 3 ماتشات في بطوله الدوري، هيبدا بماتش الاسماعيلي وعنده ماتش تاني في الاسبوع الثاني في بطوله الدوري. هقول لكم الاهلي هيلاعب مين في الجوله الثانيه. الاهلي هيلاعب البنك الاهلي، صحيح، في الجوله الثانيه. ازاي انسى الكلام ده؟ هيلاعب البنك الاهلي في الجوله الثانيه، والجوله الثالثه هتكون امام الزمالك. فيعني قفشه ممكن يلعب 3 ماتشات قبل تجمع المنتخب. لو قفشه شارك في ال3 ماتشات، واكيد هيشارك يعني بنسبه كبيره، هيتم اختياره في منتخب مصر مع محمد شريف طبعا، الاثنين اللي تم استبعادهم قبل الماتشين بتوع ليبيا، واللي كانت مفاجاه بالنسبه لنا. فكيروش هيعيد الاثنين لعيب. طيب يعني ده كان كلامنا يوم 18/10 بعوده قفشه ومحمد شريف لقائمه منتخب مصر، وده حصل النهارده في اختيارات كارلوس كيروش. خلينا نشوف كده قائمه منتخب مصر ونعلق كده على بعض المراكز. في لعيبه تم استبعادها، وفي لعيبه تم اختيارها، وفي لعيبه جديده اول مره بتم انضمامها لمنتخب مصر. طيب قبل ما نروح نشوف قائمه منتخب مصر، نروح للكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام، وبهنيه على المستوى الرائع 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 اللي ظهر بيه كابتن محمد عادل وطاقم التحكيم في مباراه الزمالك والاهلي في بطوله الدوري. كابتن عصام ازاي حضرتك؟ كريم، واهلا بكل مشاهديك الكرام يا حبيبي، اهلا بيك. بحييك بصراحه، وبحيي لجنه الحكام، وبحيي كابتن محمد عادل وطاقم التحكيم. انا يعني شايف مستوى رائع في المباراه، وضبط النفس وثبات انفعالي، يعني كل حاجه كانت ايجابيه بصراحه بالنسبه لطاقم التحكيم. اشكرك يا كريم على هذه التهنئه، وفعلا زي ما قلت ضبط النفس والثبات الانفعالي والتركيز وكيفيه الاداره الناجحه للمباراه في بعض المواقف اللي ممكن اللاعبين بداوا يفقدوا اعصابهم او بداوا يبقوا تنشن، فهو واجه كل ده بثبات انفعالي زي ما حضرتك قلت وبتركيز عالي جدا، ساعده بشكل كبير في اداره المباراه بالشكل الرائع اللي انت قلت عليه. يعني انا شايف كل ضربات الجزاء مظبوطه، تحركاته في الملعب كانت هايله، في تنسيق ما بينه وما بين المساعدين والحكم الرابع والفار هايلين. ضربه الجزاء بتاعت علي معلول الاولى ضربه جزاء صحيحه 100%، ضربه الجزاء الثانيه بتاعت حمزه المسلوسي برضو بتاعت عمرو السوليه بتاعت الاهلي صحيحه، ضربه جزاء سيف الجزيري لسه جايبها من شويه، وشفنا عشان كان في ناس بتقول مش ضربه جزاء للزمالك، لا ضربه جزاء صحيحه، عرقله من علي معلول وشد التيشيرت من حمدي فتحي لسيف الجزيري. بصراحه يعني كل شيء كان رائع، وحتى تعامله مع اللعيبه وانضباطه والثبات الانفعالي بتاعه ان الماتش صعب، لعيبه الزمالك مغلوبه ب 3-1 و5-1، فبرضه منفعلين. هو الراجل انا كنت حاسس بيه لا متحكم كويس جدا في تعامله مع اللعيبه، ثبات انفعالي رائع للكابتن محمد عادل، فبحييه وبحييك يا كابتن عصام كراجل مسؤول عن التحكيم في مصر. اشكرك يا كريمه على اللي انت قلته ده حقيقه فعلا، وبشكرك على حياديتك الحقيقه، والله بشكرك على دي كتير قوي، ان انت حتى نقدك لما بيكون في شيء مش كويس بيكون نقد بناء، هو ده اللي احنا عاوزينه يا كريم، عاوزينه من الاهلاوي والزملكاوي، اذا كان اعلامي، اذا كان جمهور، اذا كان مدرب، اذا كان لاعب، هو ده اللي محتاجينه الفتره الجايه، ان ندي كل واحد حقه، لو حد اجتهد ندي له حق، حد اخطا نوجهه بالشكل الصحيح، فانا بشكرك على ده، والحقيقه بشكر طاقم التحكيم، بشكر لجنه الحكام، بشكر اتحاد الكوره، بشكر الرابطه، الجميع الحقيقه تعاون في ان اليوم ده يظهر بالشكل الرائع ده من الفرقتين ومن التنظيم الجيد ومن الجماهير اللي حضرت، وان شاء الله تكون اكتر في الفترات الجايه، فالكل الحقيقه تعاون من اجل ان ده هذا اليوم يظهر بهذا الشكل، وكمان التحكيم برضو ساعد الناس في ان اللوحه تكون لوحه جميله، وان شاء الله القادم يكون افضل لكره القدم المصريه وللتحكيم المصري ان شاء الله. طيب كابتن عصام عبد الفتاح يدي طاقم التحكيم كام من 10؟ 9 من 10، ودي درجه كبيره جدا، 9 من 10 درجه امتياز الحقيقه، لانه ما الحقيقه يعني اتعاونوا مع بعض بشكل رائع، وكان المفتاح الرئيسي لنجاح المباراه هو التعاون ما بين طاقم التحكيم في الملعب وطاقم الفار في العربيه. طيب الواحد من 10 ده ما اديتهوش ليه؟ درجه الملائكه للنصر. الملائكه بس ياخدوا 10 من 10 واحنا ما فيش ملائكه على الارض يا كريم. تمام. طيب هدف اللي هو بتاع الاهلي الاول اتحسب هدف ذاتي على ابو جبل، ليه ما اتحسبش لديانج؟ صحيح، هي لو لحظه التسديد ولحظه السيفنج، لحظه الانقاذ من ابو جبل، لو حاول ينقذها وراحت في اتجاه المرمى ودخلت جول
كان هيكون الهدف يتحسب لديانج. آه. طيب هنا ديانج لما سدد الكره جت في العارضه ورجعت تاني في عكس اتجاه المرمى. ومين اللي حولها؟ ابو جبل اللي خبطت اللي فيه ودخلت، يبقى بالظبط يبقى هي اللي تتحسب اون جول، يعني ابو جبل هو اللي حط الهدف. تمام صحيح. لو انت مكان الكابتن محمد عادل كنت ممكن تطرد حد من اللقاء يا كابتن عصام؟ بص النقطة دي نقطة رائعة اللي أنت قلتها، ودي الثبات الانفعالي، وده الكومن سنس، المادة احنا عندنا 17 مادة في القانون، لكن في مادة مش موجودة وهي الكومن سنس اللي هي حسن التصرف. تمام. الحقيقة هو اتعامل مع الحالات بشكل رائع وبثبات انفعالي رائع، حتى اللعبة اللي اتكلموا عليها بتاع زيزو مع قفشة لا تستحق أكتر من إنذار، لأن هناك اعتبارات للكارت الأحمر لم تكن موجودة في هذه الحالة. الجزء المستخدم اللي استخدمه زيزو ما استخدمش سرد القدم ولا استخدم المرفق. كمان الاحتكاك تم فين؟ في جسم قفشه، تم في الرجل. السرعه والقوه بتاع الاحتكاك كل ده لا يؤدي الى الكارت الاصفر. يمكن بعض الاعتراضات واجهها هو بشكل رائع جدا. ايوه. وامتص هذه الاعتراضات بشكل ممتاز. ساعدوا على انه يسيطر على المباراه بالشكل الرائع. يمكن الكروت الحمراء ممكن لو ظهرت في توقيتات معينه دي كانت هتفسد المباراه بشكل كبير جدا. تمام. وكان هيخلي الامور صعبه جدا، ولكن انا شايف ان هو سيطرته بذكائه وبادارته الناجحه على اللاعبين ادت الى انه نجح بشكل كبير في اداره المباراه. بشكرك كابتن عصام ومبروك، ودايما نتمنى حكامنا يظهروا بشكل مميز جدا في بطولة الدوري الممتاز. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم. خلينا نشوف قائمة منتخب مصر عشان الوقت، معانا كابتن أشرف قاسم وكابتن محمد يوسف وعايزين ناخد وقت كبير في تحليل الماتشات. دي قائمة المنتخب، محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد. طبعا مفيش أي مشكلة في حراسة المرمى، الأربعة اللي تم اختيارهم مميزين جدا، استبعاد محمد بسام بس هو حارس طلائع الجيش. اكرم توفيق، احمد فتحي هيكونوا موجودين ناحيه اليمين، احمد حجازي، احمد ياسين لاعب البنك الاهلي بينضم لمنتخب مصر لاول مره، هو كان لعيب برضه في منتخب الاولمبي، برضه من المدافعين اللي ظهروا بشكل كويس جدا في بطوله الدوري. ايمن اشرف، محمود علاء بينضم على حساب ياسر ابراهيم، احمد فتوح ومحمد حمدي ناحيه الشمال، طبيعي برضه كل الاسماء دي طبيعيه جدا. محمود حمدي الونش في نص الملعب، محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السوليه، امام عاشور، عبد الله السعيد، مصطفى فتحي. عندي بس تعليق شويه على امام عاشور، امام ما كانش كويس في ماتش امبارح والاختيارات كانت بعد مباراه الاهلي والزمالك، طبعا اتمنى له كل التوفيق، مش معنى كده ان هو ما يكونش موجود، لكن انا من وجهه نظري الفنيه ان هو امبارح ما كانش كويس في المباراه، فممكن كان يستحق فترات تانية، لكن هو طبعا اكيد مستر كيروش وكابتن ضياء السيد عارفين ان امام لعيب كويس وقدامه فتره، يعني لسه كمان صغير في السن، لعيب منتخب اولمبي، ف يعني يقدر يشتغل خلال الفتره القادمه. عبد الله السعيد ومصطفى فتحي برضه هايلين، عمر مرموش، محمد شريف، احمد ياسر ريان، مصطفى محمد، انضمام مروان حمدي ومحمد صلاح ومحمد مجدي قفشه. انا بس عندي تعليق على عدم اختيار طارق حامد واحمد سيد زيزو. طارق حامد طبعا زي ما قلت لكم السبب من وجهه نظري ان طارق لعيب كبير، نشوف نتائج الماتشات اللي اتلعبت خلال الاسبوع الثالث من بطوله الدوري ونشوف جدول الترتيب وبعدين نشوف الاهداف بقى مع الكابتن محمد يوسف والكابتن اشرف قاسم. هات لي طب النتائج معاك مكتوبه ولا اقولها من عندي؟ طيب خلينا نشوف الاهداف النتائج الماتشات كلها. البنك الاهلي فاز على الاسماعيلي 1-0، ومصر المقصه والسيراميكا اتعادلوا 0-0، المقاولين العرب وطلائع الجيش 1-1، الجونه وفاركو 1-0 لصالح الجونه، بيراميدز والاتحاد السكندري 3-0، سموحه وايسترن كومباني 3-0 لصالح سموحه، فوز الاهلي على الزمالك 5-3، فيوتشر والمصري 1-1، وغزل المحله فاز على ام بي 3-0. خلينا نروح كده نشوف جدول ترتيب الدوري الممتاز. الاهلي 9 نقاط في المركز الاول، بيراميدز 9 نقاط في المركز الثاني، غزل المحله 7 نقاط، بدايه رائعه للكابتن محمد عوده مع غزل المحله. البنك الاهلي كمان مركز الرابع بست نقاط، الزمالك 6 نقاط، المركز الخامس، السادس سموحه 5 نقاط،
سيراميكا في المركز السابع 5 نقاط، المقصة في المركز الثامن 4 نقاط، المقاولين العرب في المركز التاسع 4 نقاط، في المركز العاشر فيوتشر 4 نقاط، الجونة في المركز ال11 4 نقاط، الاتحاد السكندري في المركز ال12 4 نقاط، ال13 المصري 3 نقاط، امبي المركز ال14 3 نقاط، طلائع الجيش في المركز ال15 نقطة واحدة. وحصل يعني بعض التغييرات في الأجهزة الفنية في الدوري هقول لكم دلوقتي. فاركو بدون نقاط في المركز ال16، إيسترن كامبي بدون نقاط في المركز ال17، والإسماعيلي في المركز الأخير أيضا بدون نقاط. إقالة الكابتن علاء نوح المدير الفني لإيسترن كامباني، إقالة الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للنادي الإسماعيلي، واستقالة الكابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش. 3 تغييرات في الأجهزة الفنية، ولسه يعني هقول لكم بقى المرشحين لتدريب كل فريق. بالنسبة للنادي الإسماعيلي كابتن حمزة الجمل هو أقوى المرشحين لتدريب النادي الإسماعيلي. طلائع الجيش هيكمل فترة الكابتن أحمد عبد العزيز والكابتن ياسر علي المساعدين اللي كانوا موجودين مع الكابتن عبد الحميد بسيوني، وفي بعض الترشيحات يعني أعتقد كابتن طارق مصطفى مرشح لتدريب طلائع الجيش، لكن هنشوف إدارة طلائع الجيش هتخلي أحمد عبد العزيز وياسر علي ولا هتتعاقد مع مدير فني واقربهم زي ما قلت لكم الكابتن طارق مصطفى. وفي تفكير برضه في مدرب اجنبي. فريق ايسترن كومباني عنده اكتر من مرشح، عنده كابتن طارق مصطفى برضه مرشح لايسترن كومباني، كابتن علاء عبد العال، كابتن محمد حلمي، اكتر كابتن مختار فيه مدربين مرشحين كتير لفريق ايسترن كومباني خلال الفتره القادمه. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنستقبل كابتن اشرف قاسم وكابتن محمد يوسف ونتكلم في ال9 ماتشات اللي اتلعبت خلال الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الممتاز. نرجع تاني مع بعض ونضمنا طبعا النجمين الكبار كابتن أشرف قاسم وكابتن محمد يوسف نجوم مصر ونادي الزمالك ونادي الأهلي ومحللين كرة كل يوم وقناة الحياة، بقى نتكلم عن ال9 ماتشات اللي اتلعبوا في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري، وطبعا على رأسهم لقاء الزمالك والأهلي في بطولة الدوري المصري. كابتن أشرف ازي حضرتك؟ ازي كابتن كريم؟ منور. الله يخليك كابتن. كابتن يوسف ازي حضرتك؟ أهلا كابتن كريم. منور يا كابتن يوسف. الله يخليك بنورك. مبروك طبعا الأهلي بقى. هنعمل إيه يا كابتن أشرف؟ لا بقول له مبروك. لا بقول له مبروك. لازم نبارك له على الهوا. الله يبارك فيك طبعا، مبروك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وهارد لك طبعا لنادي الزمالك وليكوا، انما في النهايه هي كوره، وزي ما احنا دايما بنتكلم بنقول المباراه في الاسبوع الثالث والفرقتين فرقتين كبار والفرقتين لسه المشوار الدوري 31 اسبوع، انما هي ليها بعض الدلائل، ليها بعض الدروس المستفاده بالنسبه لنادي الزمالك، واكيد بالنسبه لنادي الاهلي اكيد كان مركز واكيد كان عندهم اصرار، خسران بطوله السنه اللي فاتت وبعديها بطوله سوبر من الجيش، فدي القت بظلالها في التركيز بالنسبه للمباراه، واعتقد انها برضو نقطه بالنسبه لنادي الزمالك انه يقدر يعيد حساباته تاني، وكويس انها جت في الاول لان ممكن نادي الزمالك يستفيد من المباراه دي ويقدر يرجع تاني. يعني عارف يا كابتن اشرف ان الزمالك قعد 25 ماتش ما بيخسرش من بس المشكله ان هي الماتشين اللي خسرهم من الاهلي الدوري اللي فات، وبعدين 25 ماتش بدون خساره، وبعدين خساره اخرى من الاهلي امبارح. تمام طبعا بنبارك طبعا للنادي الاهلي وجمهوره وهارد لك للنادي الزمالك وجماهيره. برضه احنا مش عايزين ننسى ان الفرقه دي هي اللي كسبت الدوري طبعا. المدرب ده هو اللي كسب الدوري، لكن في طبعا اخطاء كبيره حصلت امبارح في المباراه مش عايزين نتغاضى عنها، وفي نفس الوقت مش عايزين نهد الفرقه، يعني مش عايزين نعمل عمليه هدم للفريق. برضو المباراه دي تالت اسبوع، عندك لسه 31 مباراه باقيه على الدوري، ماراثون طويل جدا جدا. ايوه والفرقه الكبيره دايما بتقدر ترجع تاني. نادي الزمالك لما خسر قبل كده بطوله افريقيا والسوبر رجع تاني ورجع لم نفسه تاني وخد الدوري وابتدى يتعامل مع الموقف اللي هو فيه. الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك بظروف صعبه جدا وكل الناس عارفاها. ريم الاول طبعا كابتن اشرف غطى جزء كبير جدا من المباراه، لكن في بعض النقاط انا برضو هضيف لكلامه. اولا موسيماني عنده ميزه انه دلوقتي قدر بعد المباراه دي انه يبقى عنده طريقتين ويعمل ميكس ما بينهم ويقدر يغير في اثناء المباراه. 3-4-3 و4-2-3-1، لكن عندك في المقابل كارتيرون بيلعب 4-2-3-1
بيغير في افراد بس مش قادر يغير في نتيجه في سوري في الطريقه. تمام. انا شايف ان موسيماني ضحك على كارتيرون اسكى ادار المباراه بذكاء وقدر يفاجئه وقدر يعمل حاجه كارتيرون ما شافهاش في الملعب خالص لغايه يمكن لغايه لما زي ما الكابتن اشرف قال لغايه ما هو تدخل بالتغييرات يعني بره ال 18 محدش قافل الحته دي عشان لو الكوره ردت يقفل على ديانج يعمل بلوك على ديانج. محمد ابو جبل برضو واقف تحت العارضه على خط المرمى في الكور دي يا كابتن اشرف لما يكون في تسديد من خارج ال 12 لازم اخد خطوتين بره عشان اقفل المرمى كويس. هو ابو جبل برضو في الجون الاول كان واقف تحت العارضه مباشره. لازم لما تلاقي انت كمدير فني انت اهم حاجه عندك دلوقتي هو ده فرقتك مش اللاعب الفرقه مش اللاعب. يعني انا لما اشد حمزه المسلوسي من الملعب وانزل واحد وارجع عزيز وانزل مصطفى فتحي اعتقد من بس كابتن اشرف ده لو افترضنا على كلامك ان انا كمدير فني خدت بالي من يعني اللي انت بتقوله ده ان انا خدت بالي لا هو بره الجيم ان انا خدت بالي من ان هو بره الجيم بس انا عايز احافظ عليه. لا انا بقول لك مين اللي بره الجيم كارتيرون بره الجيم هو ما قراش الجيم صح. انا متفق معاك في نقطه برضه كنا بنتكلم فيها كابتن يوسف انا عايز بس يا كريم اقول لك على حاجه انا كنت قاعد مدرب مساعد مع مستر مانويل في 2011 بيضيق في مباراه الملعب المالي احنا خسرنا هناك ثلاثة. في مالي واحد لا هنا ثلاثه بس هقول لك احنا خسرنا هناك واحد وجينا هنا بنلعب دخل فيه جون دخل جينا جون بقت 1-0 لصالح مالي قلت لازم تجيب ثلاث اجوان برافو عليك الدقيقه 22 كابتن حسن كان ماسك الزمالك وكان الماتش ده خرج الاهلي من البطوله فانا فاكر الماتش ده كويس مظبوط. ايه اللي حصل يا كابتن؟ 22 دقيقه راح مغير تغييرتين على طول طلع شوقي واحمد فتحي من الملعب وراح منزل ابو تريكه صح وعبد الله السعيد. انا وانا قاعد تغييره بعد 22 دقيقه على طول على طول مفيش بقى في الدقيقه وقت واحد تريكه جاب ثلاث اجوان تريكه اصل انا فاكر المباراه دي ليه تريكه ليله المباراه كان هيخرج من المعسكر كان درجه حرارته عاليه عيان. والدكتور ايهاب علي عملنا شغل وبتاع وقعد وقعد اداله حقن يعني موضوع كده وفضل ابو تريكه مكمل وقعد على الدكه يوميها ونزل. هنا المدير الفني زي ما الكابتن اشرف قال لك انا ما بفكرش غير اجيب المباراه انما فريق ومباراه هتيجي فالتدخل هنا الدقيقه 22 انا فاكر بالظبط راح رافع تغييرتين على طول لان دخل فيك جون انت كده بره انت محتاج تدخل في الوقت محتاج تجيب ثلاث اجوان عشان الماتش ما يجيش وتريكه جاب هاتريك يوم البطء في اتخاذ قرار في توقيت زي ده يدفع الفرقه ثمن اللي حصل اللي قاعد جنب كارتيرون في الدكه مدرب احمال ومترجم مع احترامي ليهم تمام الزمالك كارتيرون يعني اداره الزمالك سمعت كلام كارتيرون ما جابتش مدرب مساعد مصري تمام رايك ايه يا كابتن اشرف لا احنا مش عايزين نتكلم في النقطه دي عشان هو طبعا عشان اللي خسر طبعا لكن لما تيجي تتكلم في الماتشين بتوع الدوري كان مشغلين 10 على 10 الفرقه كانت 10 على 10 صح هي اصل الماتشات الكبيره هي ماشي. يعني ماشي. هي اللي بتفرق الماتشات بتاعت افريقيا كان شغالين كويس من البدايه ساعه لما اتعرض عليه اسماء معينه كان لازم مجلس الاداره او اللجنه لازم تفرض عليه واحد لان ده مش قراره ده قرار اداره طبعا هو هيتعامل معاه ما يتعاملش معاه هو حر لكن لازم يكون موجود من البدايه لكن دلوقتي هتبقى فيها مشكله على فكره لما هيجي حد دلوقتي هيبقى فيها مشكله. طيب اخر حاجه ليك بقى قبل ما نطلع فاصل وبرده الكابتن محمد يوسف عشان الوقت اتفضل ده ايه السرعه دي؟ ما عشان لازم نطلع فاصل اعلاني دلوقتي اتفضل كارتيرون ادى 6 ايام اجازه للاعيبه الزمالك وكمان اسبوعين الزمالك هيرجع يلعب مع الاسماعيلي اول مباراه مع الاسماعيلي يعني كل الفرق في الدوري خدت يومين 3 ايام على اقصى 6 ايام مش كتير خصوصا الزمالك محتاج يرجع عشان يتلم تاني الامور ويستعد للدوري مره اخرى ممكن يكون كتير بس هو اعتقد ان هو عشان مش هيبقى موجود في مصر يعني هيبقى فرنسا هو سافر فعلا فرنسا لكن هي برضو انت لازم دلوقتي في التوقيت ده بالذات لازم تتعامل مع الفرقه بشكل نفسي اكتر منه يعني فنيا يعني اللعيبه واقفه على 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 رجليها كويس بدنيا لكن دلوقتي فني يعني نفسيا هتلاقيها الموضوع يعني هيبقى صعب شويه لكن حقيقة اول ما يرجعوا انا شايف المده كبيره يعني انا اعتقد كانت 3 ايام كانت كافيه جدا المكسيمو. والناس اللي تبقى موجوده تقوم بالتدريب لغايه ما يكون موجوده. كابتن محمد يوسف كنت عايز تقول حاجه على اشرف بن شرقي؟ بن شرقي انا شفتك طبعا ومتفق معاك في الكلام اللي انت قلته في بدايه البرنامج اولا مش نادي الزمالك حتى والنادي الاهلي اي لعيب محترف مع احترامي لابد ان يحترم تعاقده ده رقم واحد بن شرقي لو بيلعب في اي نادي في اوروبا وانت تعاقدك هينتهي بتاريخ 31 مثلا يونيو 2000 وكذا هتفضل تلعب لاخر يوم وانا كنت
قلت في موضوع فرجاني ساسي كنت مره اتسالت، ولما قالوا لي فرجاني ساسي مشيانه او انتقاله هيأثر على نادي الزمالك، قلت لهم بالعكس، قلت لهم نادي الزمالك هيهدى بشكل كبير جدا، فرجاني الرغي كتير في موضوع التعاقد، وهنا شويه مدرسه الاهلي يا كريم واداره الاهلي بتاخد قرارات في الحته دي صح. بشكل قطعي وبشكل سريع، عشان الرغي في المواضيع دي بيبقى يعني ضرره كبير قوي أيوه. اكتر من التجديد لهذا اللاعب. اللي حصل لما اتسالت انا مره قلت لهم امام عاشور انا عندي يعوض فرجاني ساسي وبمراحل، بس الولد ياخد ثقه ويبقى عنده احتواء نفسي، لان برضو الولد لسه صغير فعنده الحته دي، وتم فعلا. وانا شايف سبب من اسباب فوز نادي الزمالك ان فرجاني انتقل. بن شرقي نفس الكلام، هتشتغل مع نادي الزمالك بالعرض اللي مديهولك اوكي، مش عايز تجدد، مش مشكله، بس اشتغل، العب لغايه اخر دقيقه، اشتغل لغايه اخر دقيقه بكل قوه، باقصى قوه ليك صح. عشان انت لو لاعب محترف فعلا، اللعيب الصح اللي هو لو انت قدمت اعلى مستوى ليك، انت دي هتفيدك في الانتقال بتاعك. يعني فاهم قصدي؟ يعني حتى الانتقال بتاعك انت مثلا عندك البلان بتاعك انك هتروح نادي كذا، او الايجنت بتاعك هيوديك في نادي فلاني، تبقى انت رايح واقف على رجلك صح. ورايح مكسب فرقتك واخد بطوله، ما يبقاش ان انت رايح والدنيا واقعه معاك يعني. بس التعامل مع القصه دي وقصه علي معلول مختلفه، النادي الاهلي اتعامل مع علي معلول بشكل غير اللي اتعامل مع نادي الزمالك. الموضوع هنا كان يعني مباح لكل المواقع وكل البرامج على موضوع اشرف بن شرقي، نفس اللي حصل مع فرجاني. فالموضوع ابتدى كل واحد بيقول حاجه، وبعدين ابتدت الاداره تطلع تتكلم فيها، والجماهير تتكلم فيها، والمواقع تتكلم فيها، وبيضغطوا على الناس. فالموضوع بقى فيه صعوبه، بقى واضح للناس ايه المشكله اللي موجوده. اللي هي موضوع الشرط الجزائي، يعني كل الناس بقت عارفاه. علي معلول عندهم ممكن يكون نفس المشاكل دي، بس مش معروفه، مش معروف صح. هو النادي الاهلي بيعرف يتعامل في القصه دي كويس، نادي الزمالك ما عرفش. وعشان كده انا متهيألي اشرف بن شرقي ما كانش موجود امبارح في المباراه الا لحظه الهدف اللي جابه، ممكن يكون في تاثير كبير عليه بسبب ان عنده اكتر من كده مباراة يعني كمان. طبعا هو مش موجود يعني، هو فترة ممكن مش هو مش في مستوى خالص، هو لا الجيش، لا مباراة الجيش، لا ولا تركيزه مش موجود. تركيزه مش موجود، وده من اسباب الكلام ده. يعني التعامل مع المواضيع اللي زي دي، هو احنا ليه ما تعلمناش من موضوع فرجاني؟ صح. انت تقعد معاه تقول له احنا ده العرض بتاع النادي، ده قدرات النادي اللي هتقدر. هو دلوقتي اللعيبه دي كلها مش عارفه ان نادي الزمالك عنده مشاكل ماديه كبيره جدا واداريه كبيره جدا. أيوة. لازم يتعاملوا. هو ايه قصه ان كل شويه هيقعد واحد يطلب فلوس ويطلب يجدد عقده وعايز يعلي من العقد بتاعه في التوقيت ده بالذات؟ احنا خلاص دلوقتي، هو احنا عشان خدنا الدوري الموسم اللي فات يبقى خلاص احنا كده الموضوع لا، الموضوع لازم يبقى فيتك. انت نادي كبير، نادي الزمالك نادي كبير يعني. فصل ونرجع نكمل تاني مع كابتن اشرف قاسم وكابتن محمد يوسف، لقاءات الاسبوع الثالث من بطوله الدوري الممتاز. نرجع تاني مع بعض وخلينا نشوف بقى بقيه ماتشات الاسبوع الثالث من بطوله الدوري. لكن قبل ما ننتقل للماتشات الاخرى، عايز اعرف راي كابتن اشرف قاسم وكابتن محمد يوسف في احسن لاعب في مباراه الاهلي والزمالك. كابتن اشرف. لا، انا من رايي في الزمالك مصطفى فتحي، وفي الاهلي إليو ديانج. إليو ديانج. كابتن محمد يوسف. اتفق، إليو ديانج بالنسبه للاهلي. الزمالك يعني مصطفى فتحي احرز هدف جميل جدا، انما يعني لا، مفيش حد يعني ما اقدرش اختار حد يعني. مصطفى فتحي بس الهدف، لكن غير كده ما فيش حد كان مميز، ما كانش حد فيه في حالته في اليوم ده. لكن إليو ديانج هو إليو ديانج طبعا احرز هدفين ولا اروع، مجهوده في وسط الملعب كتر من الدرجه الاولى يعني تطمن. موسيماني هقول لك على حاجه برضه يا كابتن اشرف، هتختاروا ايه؟ انا اخترت إليو ديانج. لا، وانت اختار موسيماني. لا، ده انا اقول لك على حاجه، ده موسيماني كمان ممكن يلعب 4-1 لو انا معايا واحد كتر زي إليو ديانج ده. انا العب 4-1 واحد بس في نص الملعب طبعا، واربعه قدام. في ماتشات كتيره جدا في الدوري انا العبها 4-1 الفرقه بتتكتل قدام الاهلي. برافو عليك. 4-1-3-2 يعني العب براسين حربه ثلاثه تحتيهم واسيب إليو ديانج، او 4-1-4-1. إليو ديانج عنده حته الباور يقطع الكوره ويقفل نص الملعب كله، وبيروح حته الخطوه بتاعته وهو رايح يعمل بريشر على الكوره. لا،
قوي جدا يعني، فانا طيب. اختاره برضو بس ثلاث نقط مهمين جدا للبنك الاهلي قبل التوقف، والاسماعيلي الاسماعيلي عليه انه يشتغل في الكام يوم دول التوقف ده، يعني احنا لغايه النهارده اهو تقريبا فات يومين اهو من المباراه. الكلام ان كابتن حمزه الجمل هيمسك الاسماعيلي، انا شايف ان او سمعت كلام انه في اتجاه لمدرب مدير فني اجنبي على اداره الاسماعيلي، يعني المهندس يحيى الكومي اتخاذ قرار على طول، ها هتلجأ للمدرسه. كابتن حمزه الجمل ساب الاتحاد العماني وجه عشان يمسك، والله يعني كان ماسك فريق الاتحاد العماني، يبقى المفروض يتم التعاقد وعملوا له حفل التكريم وكده. بس انا قصدي ايه، قصدي ان يتم انجاز الموضوع وخد قرار وعين واعلن رسمي عشان الراجل ينزل الملعب. ثم برضه في قلق من الشرط الجزائي، فلسه اداره الاسماعيلي بتفكر هيجيبوا مدرب اجنبي، هتفسخ العقد ازاي مع كابتن طلعت يوسف، هيجيبوا مدرب اجنبي، ده حاجه الشرط الجزائي، ده حاجه لازم يتخذ فيها قرار بسرعه. لكن في المقابل ان المدرب اللي هيجي يمسك لازم ينزل الملعب عشان يلحق يشتغل في الكام يوم دول، عشان انت عندك خلي بالك الاسماعيلي عنده الزمالك الماتش الجاي، وفي فرصه التوقف دي في صالح الاسماعيلي. بس خلي بالك لازم يكون بيشتغل دلوقتي، النهارده 6 خلص 6 خلص، لازم يكون شغال 18 والماتشات 18 فانت بتتكلم في ايه 12 يوم على مدير فني هيجي على فرقه لو 10 ايام بس يلم الفرقه صح، ممكن يقدر يلم. طيب كده بيراميدز بيتساوى مع النادي الاهلي بتسع نقاط في المركز الثاني. عايز تقول حاجه؟ عايز ادي بقى حق بيراميدز ايهاب جلال، ماتش بماتش بهدوء مستوى بيزيد، بيحط بصمته. خلي بالك ايهاب ذكي جدا، لما بيخش على فرقه زي المقصه هيحط بصمته على طول. طيب. هو داخل على فرقه فيها نجوم، فسنه بسنه يعني بص، لما تتفرج على بيراميدز اول تاني تالت مباراه هتلاقي، لانه معاه رمضان صبحي، معاه عبد الله السعيد، معاه نجوم في الفرقه جوه الفرقه، لازم يبقى ايه في سنه بسنه بس ماشي في اتجاه ان يعني كره رمضان دي. أيوة. انه يحطها كده بالعرض دي ايهاب جلال، لان لو رمضان هيلعبها، فاهم قصدي ازاي؟ لكن عشان يحطها لتحت الواحد جاي، ايهاب عنده شويه نقط كده بيشتغل عليها، دي حاجه من الحاجات بتاعته يعني. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل تاني مع الكابتن اشرف قاسم وكابتن محمد يوسف بقيه لقاءات الاسبوع الثالث من بطوله الدوري الممتاز. نرجع تاني مع بعض والوقت بيجري بينا، خلينا نروح بسرعه لمباراه غزل المحله وامبي في الاسبوع الثالث، وفوز غزل المحله 3-0 على نادي امبي، نتيجه رائعه كابتن اشرف، نتيجه كبيره كمان لغزل المحله، مش متوقعه ان امبي يخسر 3-0 يعني. هو عارف يتعامل مع اللعيب يعني، برضو احنا في البدايات دي بدايات كويسه جدا بالنسبه للفرقه زي غزل المحله، متهيألي لو في استمراريه بنفس الشكل ده اعتقد ان الامور هتبقى احسن. دفع بيه معين الشعباني في الشوط الثاني، قدر ان هو فرق لما نزل طبعا، قدر يلبس كريم عرفات. كريم عرفات من العناصر اللي لسه ما عندهاش خبره وكان مع الفريق في كوكاكولا قبل ما في الممتاز يبقى فيوتشر، قدر ان هو يورطه في ضربه جزاء واستفاد بيها نادي المصري طبعا واحرز هدف التعادل بعدها، ما يعني فيوتشر ما قدرش. فيوتشر عنده عناصر طبعا نجوم كبيره جدا، اشترى بشكل كبير جدا، ضخ يعني اموال في شراء لعيبه، لكن لسه النتاج ده لسه النتاج ده المصري بيعاني يعني. المصري لما يلعب ثلاث مباريات بثلاث تعادلات لا يعني المفروض فرقه هتلعب في افريقيا وشغاله بالشكل ده، المفروض ان هي تظهر بشكل افضل من كده مع معين، واعتقد لسه معين ما حطش ايده على الورق وما حطش ايده على العناصر اللي عنده، لسه الـ كمان الكيمياء اللي عنده برده مش قادر يوصلها، عنده مشكله برده في الازمه الماليه ومستحقات اللاعبين يعني. بالنسبه انا بتكلم على الحته الفنيه يعني. ايوه كابتن اشرف قاسم، المقاولين وطلاع الجيش 1-1، مباراه كان المقاولين يقدر يكسب فيها كتير 2-3-4 وضيع فرص سهله جدا. ودايما انا هقول في البدايات الثلاث نقاط دول يعني لما انت بتقدر ان انت تحصل عليهم بتريحك، ده بتريحك الدور الثاني بشكل كبير جدا، وخصوصا مع الفرق اللي بتعاني الدور الثاني. فانا شايف طبعا دي نتيجه منطقيه جدا، فرقه ثلاث هزايم. الجونه اشتغلت على الماتش صح، اشتغلت على الماتش صح، لكن فرقه برضو ممكن لسه ما دخلوش في الوضع بتاع الدوري الممتاز يعني، لسه برضه يعني مجدي عبد العاطي من المدربين كويسين جدا. أيوة. فلازم ندي فرصه شويه يعني، نبتدي نقيم كل الفرق
من سادس اسبوع او سابع اسبوع بالظبط. تمام كابتن محمد يوسف، مباراه سموحه وايسترن كومباني برضو فوز نادي سموحه 3-0 وصفر نقاط بعد ثلاث اسابيع مروا، دي محتاجه وقفه من الاداره مع اللعيبه ومحتاجه كمان تعاقدات في يناير، تدعيم في يناير. مشكله ايسترن كومباني خمس اجانب، حصل خطا اداري ما عرفوش يعيدوا اللعيبه. بس اللي انا شايفه يا كريم حتى لغايه دلوقتي اللي انا شايفه من اللعيبه، لا في لازم يخش تدعيمات في يناير كويسه عشان تقدر سواء مع المدير الفني اللي هتتعاقد معاه او ايا كان، في النهايه في ورق هو اللي بيشتغل في الملعب. يعني خلي بالك بص على الفرق كده هتلاقي ان 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 الفرق اللي عملت نتائج كويسه عندها ورق كويس. عندها تدعيمات كويسه. المباراه الاخيره اللي احنا ما جبناهاش هي مباراه المقصه والسيراميكا، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. اعتقد نتيجه جيده جدا للمقصه اللي لعب بتسع لعيبه في نهايه المباراه بعد طرد اثنين من لعيبه المقصه. سريعا ليكوا تعليق على اختيارات المنتخب كابتن اشرف قاسم؟ لا يعني طبعا في بعض الامور، يعني خروج طارق حامد وخروج احمد سيد زيزو في 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 ظل وجود برضو مجموعه اللي كانت بره ودخلت تاني زي قفشه وشريف برضو معرفش هو الاختيارات بتبقى على اي اساس، لكن انا شايف ان كان احمد سيد زيزو وطارق حامد كان من المفروض ان هم يكونوا متواجدين مع المنتخب الفتره دي حتى لو مش هيشاركوا. أيوة. يعني حتى لو مش هيشاركوا لكن وجودهم كان ضروري. فحتى كمان احمد سيد زيزو في الثلاث مباريات اللي فاتوا كان من احسن لاعب. كابتن يوسف في جمله واحده معلش اختيارات المنتخب. جمله واحده الملاحظه اللي عجباني ان كروش مدخل اربع لعيبه من بره الاهلي والزمالك وبيراميدز، يعني اختياراته سته محترفين، سبعه اهلي سته زمالك ثلاثه بيراميدز، عندك واحد امبي واحد فاركو واحد بنك الاهلي وواحد سموحه. كون ان انا اختار اربع لعيبه من بره الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي هم اكبر ثلاث انديه، انا بدي رساله كل للانديه وللعيبه اجتهدوا. ممكن تبقى انت بتلعب في نادي مثلا ايا كان اكس وموجود في الدوري في منتخب مصر وتنال شرف منتخب مصر. كان في فتره من الفترات صعب قوي ان انت تبقى في نادي كذا بعيد عن كده وتخش، فدي رساله كويسه جدا واعتقد انها هترفع من مستوى المنافسه بشكل قوي. تمام الوقت خلص وانا مستمتع معاكم جدا من الوقت خلص. خلي بالك احنا نفسنا الكرش بنجري سبرنتات. بشكرك كابتن اشرف، استمتعت معاك جدا ونتقابل قريب ان شاء الله. بشكرك كابتن محمد يوسف، مبروك للنادي الاهلي المباراه. بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر كل طاقم العمل قاده احمد درويش رئيس التحرير وايضا مخرجنا احمد سعيد. نتقابل على خير بكره ان شاء الله، بكره حلقه التحكيم مع الكابتن جمال الغندور باذن الله.